اهلا بحضراتكم من جديد من بعد الفاصل. وزي كنا ما بنتكلم في اول الحلقه انه من فضائل الشهر الكريم شهر رمضان المبارك واللي اوصانا بها الله سبحانه وتعالى ورسول الكريم صلى الله عليه وسلم هي فضيله التكافل. كل واحد فينا بيكون حريص على انه يستغل ايام الشهر الكريم في عمل خير، ومفيش عمل خير افضل من التراحم والتكافل بين الناس وبعضها. عشان كده النهارده هنتعرف على فضيله التكافل وازاي نطبقها في شهر رمضان المبارك، ومنها نطبقها بقية حياتنا. وطبعا منورنا في الاستوديو فضيلة الشيخ السيد شلبي الواعظ بالأزهر الشريف. صباح الخير على حضرتك. صباح الخير، أهلا وسهلا بحضرتك. صباح الخير وعلى كل المصريين. أهلا بحضرتك. يعني خلينا الأول نتكلم عن فضيلة التكافل الاجتماعي وقد إيه هي مهمة في شهر رمضان المبارك، وإزاي نقدر نخرج بيها لنكملها بقى معنا في حياتنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، أسعد الله صباحكم بكل خير وأسعد الله صباح المصريين في كل مكان بكل خير وسعادة. تحياتي لحضرتك أستاذ بسنت والأستاذ أحمد والأسرة صباح الخير يا مصر، ولقناة مصر الأولى ولكل المصريين. كل عام وحضراتكم طيبين، ويا رب رمضان كريم علينا وعلى بلدنا وعلى أهالينا وعلى حبايبنا وعلى كل الناس اللي عايشين في بلدنا. في الحقيقة من أهم القيم اللي بيأسسها فينا الشهر الكريم واللي احنا متعودين عليها من زمان رمضان كريم. رمضان كريم جملة المصريين حفظوها أبا عن جد، وبيرددوها في معايدتهم. أول كلمة قبل ما يقولك كل سنة وانت طيب يقولك رمضان كريم، ترد تقوله الله أكرم. الكلمة دي بتقوم فينا معاني من الحب والجمال والعطاء والسخاء والرحمة والتكافل، اللي هي في الدين الإسلامي في الأصل، لكن ما شفناش شعب أو دولة في العالم بيطبقها زي المصريين. كل العالم بيتكافل في شهر رمضان، لأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا أن شهر رمضان شهر كرم في الحديث الشريف. أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أجود بالخير من الريح المرسلة، وكان أجود ما يكون في رمضان. والشعب المصري طبق هذا المعنى بكل مؤسساته، سواء المؤسسات الحكومية أو مؤسسات المجتمع المدني أو الإنسان بصفة شخصية في علاقاتهم أو في موائد الرحمن أو في الأعمال البر والتقوى اللي بتبدأ من قبل دخول الشهر الكريم علينا. صحيح. ولا شك أن المجتمع بتاعنا بيحتمل الفقير والغني، بيحتمل المحتاج والغير محتاج، والدين الإسلامي من أهم الأديان اللي كان التكافل فيها أصل في كل حياتها. لما نقرأ القرآن الكريم من موقف إنسان بينكر دين ربنا تماما، فربنا يقول في حقه أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. لما ربنا يجي يتكلم عن حد مستغرق في نار جهنم والعياذ بالله، يقول ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. لما يجي يتكلم عن الإطعام بصفة عامة، وإنك إزاي تبقى واخد بالك من أهلك ومن جيرانك ومن أصدقائك ومن معارفك، ويقوم فيك هذا المعنى بغض النظر عن دينه أو عن شكله أو عن لونه أو جنسه، فربنا يقول ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. المسكين مسلم واليتيم مسلم والأسير غير مسلم، دلالة أن التكافل مفهوم عام وشامل. صحيح. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ده كان ميراثه من آبائه وأجداده لحد سيدنا إبراهيم. سيدنا إبراهيم كان لقبه أبو الضيفان، والعلماء يقولوا سيدنا ابن عباس أن ما حدش قام بدين ربنا زي ما قام سيدنا إبراهيم. بيقولوا أنه ما أكل طعاما وحده قط، يعني عمره ما أكل وجبة يدور على حد يشاركه في الأكل ده، لدرجة أنه في مرة من المرات ما لقاش حد، بيقولهم حمل الأكل ومشي ما يقرب من 5 كيلو على قدميه ينظر إنسانا يأكل معه هذا الطعام. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اسمه محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم. هاشم ما اسموش هاشم، اسمه عمرو. اتسمى هاشم ليه؟ لأنه هشم الثريد، يعني كسر الفتة وأطعم الناس في سنة المجاعة. قالوا عمرو ده جد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم، هو ما اسموش هاشم، اسمه عمرو. قالوا عمرو الذي هشم الثريد لقومه، مطعم الأعراب مسنتين عجافا. وهذا الذي سن رحلة الشتاء والصيف، وهذا الذي أكرم الوفادة والرفادة.
سيدنا جعفر بن أبي طالب ابن عم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الملقب في الإسلام بذي الجناحين، بيقول لأبو أبو طالب إني لأستحي أن أطعم طعاما وجيراني لا يقدرون على مثله. بيقول له أنا ما أقدرش أكل لقمة وجيراني مش قادرين يأكلوها. فرد عليه أبو طالب قال له إني لأرجو أن يكون فيك خلفا من أبيك عبد المطلب ومن جدك هاشم. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لنا ويعلمنا قيم التكافل في المجتمع، وقد إيه الحاجة دي بتوصلنا لمرحلة التراحم والتآخي والتكامل فيما بيننا. فيقول ما آمن بي من بات شبعانا وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم. صحيح. يا أبا ذر إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. أقصر خطبة عرفها التاريخ نسبت إلى العالم الولي الصالح سيدي عبد القادر الجيلاني، دي أقصر خطبة عرفتها البشرية. وقف على المنبر وقال أيها الناس لقمة في بطن جائع خير من بناء ألف جامع، وخير من من كسى الكعبة وألبسها البراقع، وخير من من قام لله ساجدا وراكع أقم الصلاة. هذا المعنى يعني من أراد أن يتفهم ويتذوق حقيقة هذا الدين فليعي ما قاله الشيخ عبد القادر. نعم. طيب شيخ سيد، يعني حضرتك اديت لنا أمثلة ونماذج سواء كانت من القرآن أو من يعني سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وأيضا الصحابة من بعده لتطبيق يعني وتعظيم قيمة التكافل أيضا. زي إحنا بقى دلوقتي كمسلمين في شهر رمضان نقدر اللي إحنا نطبق هذه القيمة ونطلع بأكبر رصيد منها خلال هذا الشهر الكريم؟ الحقيقة المصريون ينقسمون إلى قسمين، أهل المدن والحضر وأهل الأرياف سواء وجه إبلي أو وجه بحري. وأهل الأرياف في الحقيقة التكافل بينهم بيكون أكبر وأكثر بكتير من أهل المدن. لا. ليه؟ لأن سواء في إبلي أو في بحري القرى أو الكفور أو النجوع في مصرنا أهل القرية بيبقوا عارفين بعضهم البعض، فاللي في أول البلد عارف اللي في أخرها، الغني عارف الفقير، اللي محتاج الغني يعرف حالته ويعرف وضعه ويعرف بيته ويعرف أصوله. فيعني التكافل في القرى قايم بدور كبير جداً، انك بتلاقي الناس متقاربين من المستويات وتلاقي الناس كلهم بيحاولوا يكملوا بعض ويساعدوا بعض، وده الحمد لله من فضل ربنا علينا كمصريين. الحقيقة المدن فيها تكافل بس بيبقى فيها يعني غير منظم، يعني المدن عندنا سواء القاهرة او المحافظات او عواصم المحافظات تلاقي فيها تكافل، لكن في اشكالية هنا في التكافل ان الناس ما تعرفش بعض، فالغني ما هوش عارف الفقير وبيحتار علينا مين متسول ومين ممكن يكون فقير. صحيح. وإزاي أقدر، وده لو هنقدر نطبقه إحنا بنقول إن إحنا بيوتنا كل يوم فيها أكل، ورمضان كريم يعني بكل الأشكال وبكل الألوان وبكل الأجناس، رمضان كريم، رمضان كريم على موائد السحور، رمضان كريم على موائد الإفطار، رمضان كريم في الصدقات وأعمال البر وأعمال الخير. إحنا بنقول إن في جزء كبير جدا بيبقى فائض من بيوتنا وفائض من حياتنا اليومية، بغض النظر إنك في أول الشهر بتشوف في منطقتك اللي أنت ساكن فيها مين ممكن يكون محتاج من عمال أو عمال نظافة. هنا بس معلش عذرا على المقاطعة، لكن هنا تحديدا في الجزء ده لأنه في غاية الأهمية، فكرة اللي أنا أمشي بمبدأ إنما الأعمال بالنيات، ولا مطلوب مني ان انا اعمل بحث حاله اجتماعيه مثلا ولا انا اسال عن الشخص اللي انا بتصدق او اللي انا بعمل نوع من انواع التكافل معاه؟ لا في يعني الزمان في ده انت مش محتاج، اولا مش هتمشي تلف طبعا عشان تعمل بحث اجتماعي، بس على الاقل تتحرى يعني، لانك انت في زمن يعني متداخل فيه الامور، يعني كتير جدا ممكن يكونوا مش محتاجين وبيتسولوا وبياخدوا فلوس. صحيح. وكتير جدا ممكن يكونوا محتاجين، يعني يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا، وممكن يكونوا موظفين وممكن يكونوا ليهم اللي انت شايفه من وجهة نظرك، لكن ربما تكون عليهم مسؤولات أسرية أو أولادهم أو دروسهم أو مدارسهم. حيك شايف الجامعات الخيرية اللي بيعلنوا عنها في رمضان، يمكن احنا في الشهر الكريم بنشوف كتير قوي على ما بين كل إعلان وإعلان في إعلان تاني عن جمعية خيرية بتطلب من الناس ان هي تبرعوا لمؤسسة كذا، أو هل شايف ان يمكن المسلم هنا يمكن ممكن يبقى بالنسبة طبعا من خلال مؤسسة خيرية انت تثق فيها ويكون، لان طبعا
برضو هنرجع في إشكالية تانية. مؤسسات المجتمع المدني جزء كبير منها يعني له بعض الانحرافات الفكرية، فأنت محتاج مؤسسة خيرية تثق فيها ويكون تعمل لله ولرسوله، لا لنشر فكر ولا لنشر منهج ولا لنشر سياسة معينة ولا أي حاجة، وإنما هي تعمل خدمة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللأوطان عليه الصلاة والسلام. بالنسبة للإطعام، في ناس بتنزل تعمل إطعام بإيديها وتروح توزعها على ده أفضل طبعا. ده أفضل. أنا دي بقى النقطة الثانية، إنك طبعا لو مؤسسة خيرية أنت بتثق فيها ده شيء كويس، لكن الأفضل إن حضرتك تتحرى سواء بقى من خلال جيرانك أو من خلال معارفك أو من خلال أصدقائك اللي أنت تثق فيهم أو من خلال أهليكم في القرى والأرياف ومعارفهم، كل حد بيبقى عارف مين بيته ممكن يكون محتاج إيه، وكتير بيوت بتبقى مسطورة من قدامنا وهي في الداخل بتبقى أحوج، سواء مؤسسات الإطعام سواء الصدقات سواء البر سواء الخير سواء وطبعا فكرة التكافل ما بتقفش بس عند الإطعام اللي احنا بننظر إليه. لما ربنا جه يتكلم قال كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام المسكين. الإكرام يفوق إنك تأكله أو تشربه، الإكرام بيحتمل معاه إنك تكون ذا خلق وذا ذوق وذا أدب وذا كرم، يعني تبقى كريم بكل حاجة، يعني كريم وانت فكرة اللي أنا بدي الحسنة لكن ما حسش اللي قدامي بالحوجة والاحتياج. بالضبط. انت كمان ده انت محتاج له أكتر، يعني صحيح. أنا كغني حين أساعد الفقير أنا في حاجة إلى أن تقع هذه الصدقة بين يدي الله موطن القبول. نعم. عبدي طيب. استطعمتك فلم تطعمني، عبدي مرضت فلم تعدني. السيدة عائشة تقول أن الصدقة تقع في يد الله قبل أن تقع في يد الفقير. أنا عايزة أقول حضرتك حاجة على موضوع الصدقة، ويمكن أنا بعتذر يا أحمد هقول سريعا الموضوع ده، أنه أنا شخصيا لقيت معجزة كبيرة في حياتي لما ابتديت في الصدقات، لأنه أنا بحس أنه أول ما بيحصل ده سبحان الله في ربنا بيفتح من ناحية تانية خالص. الحته دي مهمه قوي، حابه حضرتك تقول فوائدها حتى للناس يعني للمتصدق حتى. هو على كل يعني على كل الاشكال والالوان الصدقه هي بتفتح بغض النظر عن الزكاه. الزكاه ده مال فرض يعني افترضه الله على الغني يعطى للفقير، ولكنها جزئيه مهمه هنرجع لها برضه. نعم. لكن الصدقات هي علامات المحبه، يعني الزكاه انت بتاديها رجاء جنه او خشيه نار، زي بالظبط الصلاه الفريضه والنافلة. صحيح. الصلاة الفريضة أنت بتؤديها رجاء الجنة أو خشية النار، إنما النافلة هي علامة المحبة. فعلامة المحبة دي بيبقى ليها كم الجمال والرحمة، فكذلك الصدقات بتبقى علامة المحبة. لما نسمع أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول داووا مرضاكم بالصدقة، لما نسمع أن القرآن يقول وقدموا بين يدي نجواكم صدقة، يعني لما تبقى لك حاجة ملحة قوي عند ربنا وانت محتاجها وبتدعي ربنا بيها ليل نهار، قدم صدقة بين يدي هذه النجوى. صحيح. قدم صدقة بين يدي هذا الدعاء، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم. صحيح. بها هذا الطهر وتلك التزكية ليست على الإطلاق مادية، وإنما هي طهارة للغني لتخلصهم من أنانية الملكية. وآتوهم من مال الله الذي آتاكم وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين. زيها زي النذر. ثم لا تتحول إلى عمق الفهم القرآني حينما يقول وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، ويرد في آية أخرى يقول من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. نعم. في آية يقول لك ربنا اللي بيديك، وفي آية تانية مين يدي ربنا. صحيح. طيب شيخ سيد، يمكن حضرتك ذكرت نقطة في غاية الأهمية وهي زكاة الفطر. نعم. زكاة المال الفطر. وزكاة الفطر. نعم. أيضا زكاة الفطر تحديدا اللي عاوزين نتكلم عليها، هل هي زكاة واجبة لإتمام صيام الشهر الكريم؟ هي زكاة واجبة على كل مسلم ولو شيخا كبيرا أو طفلا صغيرا. إذا استهل صارخا في هذا الشهر الكريم، يعني ولد في هذا الشهر قبل يوم العيد، عليه زكاة فطر. أحكامها إيه وشروطها؟ زكاة الفطر بتبدأ يعني ملخصها بتبدأ من علشان بس برضو بعض الناس يقول لك إيه إن زكاة الفطر تطلع ليلة العيد. لا، زكاة الفطر بتبدأ من أول يوم في رمضان لحد ساعة صلاة العيد. إحنا بنقول إن هي تطلع من أول النص الثاني من رمضان، زي النهاردة كده 15 رمضان نبدأ نطلع زكاة الفطر. ليه ما نتأخرش بيها؟ علشان اللي أنت هتطلع له الزكاة محتاج يجيب هدوم لأولاده، محتاج مأكل، محتاج مشرب، محتاج دواء، محتاج أي حاجة، فتقدر تلحقه قبل العيد إن هو يجيب اللي هو عايزه. فريضة مفروضة على كل صائم، مطهرة له
من كل شيء تعرض له في صيامه، لأن احنا في الصيام الإمساك ده مش إمساك بس شهوتي البطن والفرج، وإنما هو صيام الجوارح عن المخالفات، والقلب عن الآفات، والسر عن الملاحظات، ومن لم يدع قول الزور والعمل به واللسان. فليس لله فيه حاجة في أن يضع طعامه وشرابه، ورب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا التعب والنصب. فشرعت زكاة الفطر على هذه الحالة. صلاة زكاة الفطر خناقة كل سنة، تطلع فلوس ولا تطلع معرفش رز لا تطلع فلوس أفضل. ليه الفلوس هو ما هو أيسر للغني وأنفع للفقير؟ طيب القيمة المادية لها دي؟ القيمة المادية أظن حددتها دار الإفتاء فيما يقرب من 15 جنيه، إحنا بنقول ممكن نزود ومن زاد فله الزيادة، يعني لا تقل عن 15 جنيه، لكن يبقى القول الفصل أنها زكاة وفريضة واجبة لابد أن تؤدى قبل على كل بيت، انتهاء يعني الشهر عنده واحد واثنين، يعني بيت فيه اثنين، بيت فيه ثلاثة، هو وزوجته، هو يعول أبوه أمه مع اثنين من ولاده، فرض عليه أن يؤديها في شهر رمضان قبل صلاة العيد. نعم فضيلة الشيخ السيد شلبي، يعني بنشكر حضرتك جدا على وجودك معنا، أحد علماء الأزهر الشريف، بحضرتك فتنا جدا النهاردة. شكرا جزيلا. وفضل التكافل الاجتماعي فضل كبير قوي، عند طبعا ثوابه كبير عند ربنا، وفضل كبير ما بيننا وما بين بعض في المجتمع. كل الشكر ليك على وجودك. شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا لك يا شيخ، سيدنا نورتنا في صباح الخير يا مصر.